اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من ماده المؤسسات للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. احنا اخذنا في الترم الاول فكره عامه عن المقايسه وتعريف المقايسه وازاي احسب المقايسه، الخامات الاساسيه والخامات المساعده، واخذنا كيفيه تحليل الموديل وايه اجزاء البطرون الموجوده واجزاء الموديل وازاي افصل الاجزاء عن بعضها واحدد من خلالها كميه القماش اللازمه وكميه الخامات المساعده. ده اللي احنا اخدناه في الترم الاول، واخدنا بعض القوانين وقلنا القوانين دي هامة جدا، والقوانين دي معايا في سنة تانية وفي سنة تالتة، وهي دي اللي انا بشتغل عليها طول السنتين دولت او طول حياتي لو انا هكمل في مجالي في مجال الملابس، ان انا ازاي اقدر اعمل مقايسة واعرف اشتغل ان انا لو عايزه اعمل منتج ليا سواء بنطلون بلوزه فستان سواريه، يبقى انا لازم ابقى عارف القوانين والقواعد الاساسيه لتطبيق المقايسات عشان اقدر احسب المنتج بتاعي وتكلفته والخطوات الاساسيه وكيفيه الايه والخطوات الصحيحه للمقايسه وطرق التعشيق الصحيحه وخطوات التعشيق بالنسبه كمان اتجاه النسيج للاقمشه. واخدنا الاقمشه بانواعها، الاقمشه في النسيج المنسوجه والتريكو، واخدنا القطيفه، واخدنا طبعا اتجاه النسيج ده مهم جدا وانا بحط قطع البطرون بتاعتي وان انا اقدر احسب المقايسة ازاي، وطبعا اتجاهات النسيج بتختلف في كمية القماش اللي انا هحتاجها، يعني القماش القطيفة بيبقى ليه دايما اتجاه، فبالتالي ان انا لما اجي اعمل المقايسة او هعمل منتج على القماش القطيفة بحتاج كمية قماش اكتر من لو هعملها على قماش منسوج، لان اتجاه النسيج بيحكمني في كمية القماش. وطبعا الخامات المساعدة اللي هي الخامات اللي بتساعد في استكمال المنتج وبتدي شكل جمالي للمنتج، واحنا عارفين خامات الايه المساعدة زي السوست زي الزراير. طبعا الحاجة الاساسية اللي دايما بتبقى موجودة في المنتج اللي هو الخيط، لان انا بدون الخيط مش هقدر اعمل حياكة للمنتج. ممكن بقى المنتج يبقى ايه، اضيف له زراير، اضيف له كباسين، اضيف له سوستة، ابليكات، ممكن احتاج فازلين، احتاج دانتيل، احتاج ركامة، كل دي بيبقى اسمها خامات مساعدة، ولازم اعرف كمية الخامات المساعدة اللي احتاجها للمنتج ايه. ده اللي احنا اخدناه في الترم الاول. طب الترم التاني هناخد ايه؟ تعالوا نشوف كده هناخد ايه مع بعض. اول حاجة في الباب الثالث هناخد ثمن الأقمشة والخيوط. يعني أنا دلوقتي في الترم الأول جبت كمية القماش وجبت كمية الخامات المساعدة، صح؟ يبقى أنا الترم ده هحسب بقى أسمان الأقمشة وأسمان الخامات المساعدة اللي هتدخل في تصنيع المنتج. يبقى أنا كده هحسب إيه؟ هحسب الخامات، يعني هشتري خامات بكام عشان المنتج ده هيكلفني كام لتصنيعه. دي اول حاجة. تاني حاجة ثمن مستلزمات الانتاج، يعني الانتاج بتاعي ده ايه الخطوط الانتاج اللي هتدخل فيه، ايه هي خطوط الانتاج، زي الموديل، رسم الموديل، رسم البطرون، العاملات بتاعت الماكينات اللي هتبقى شغالة، خط الانتاج بتاعي اللي هي ايه التشطيب والتعبئة والتغليف والكي، كل دي اسمها ايه بدخلها في الانتاج. تكلفة ده هيبقى كام؟ يعني انا ما اجي اعمل المنتج بتاعي بشوف الاول ثمن الخامات، بعد كده الخامات الاساسية وثمن الخامات المساعدة والعمال اللي هيقوموا بتصنيع المنتج ده والالات اللي موجودة والكهرباء اللي موجودة وفي مصاريف إدارية ومصاريف مباشرة ومصاريف غير مباشرة، كل ده احنا هناخده في خلال الترم ده. نكمل مع بعض كده. بعد كده هحسب جملة ثمن الخامات، يعني هحسب كل الأسمان اللي انا حطيتها دي هحسب جملتها كلها، هحسب جملة جملة الأسمان. ليه؟ عشان اعرف ان الموديل اللي عندي ده الموديل الواحد هيكلف كام، لو انا هعمل 500 هيكلفه كام، دي اسمها ايه المقايسة.
يبقى انا لازم ابقى عارفه المقايسه بتاعتي لكل المنتج الواحد هيكلفني كام، وكميه المنتجات اللي انا هطلعها هتكلف كلها كام، عشان ابقى عارف ايه حسابي وتكلفتي. دي بالنسبه لايه اللي احنا هناخده خلال الترم الثاني. يبقى احنا الترم الثاني كله هنتكلم على ايه، على الاسمين. احنا الترم الاول اخدنا القوانين، وقلنا القوانين دي اساسي معايا ولازم اكون عارفها وحافظها. ليه؟ لان هي دي اللي انا بشتغل عليها طول في سنة تانية وفي سنة تالت، وبشتغل عليها على طول سواء في الباترون وسواء في المقايسات، لان احنا عارفين ان المقايسات هي مكملة للباترون. انا برسم الباترون بعد كده بحسب المقايسة وبحسب الاطوال بتاعتي اللي انا هنفذ هجيب كمية القماش قد ايه. تعالوا نراجع مع بعض كده وناخد فكرة عن القوانين اللي احنا اخدناها في الترم الاول قبل ما نبدأ نشتغل في الترم التاني. تعالوا نبص كده مع بعض. اول حاجة عندي هنتكلم عن مراجعة على القوانين اللي احنا اخدناها في الترم الاول. اخدنا اول حاجة، اخدنا ايه؟ الحياكات، اللي هي مسافات الحياكة او الثنايات، صح؟ طب تعالوا نشوف بقى كل كنا بن ايه الايه هي الخطوات اللي كنا بنعملها لما اجي اعشق. بسيب مسافات قد ايه في خطوط الجناب، بسيب مسافة قد ايه في الثنايات، في الحردات بتاعة الرقبة، حردات الكتف، كل ده لازم ايه هنفكر بعض بيه عشان نبدأ نشتغل ايه بعد كده في المقايسة بدون ايه ان احنا بنفتكر. ودايما القوانين دي تبقى معانا كده قدامنا واحنا شغالين عشان ما ننساهاش خالص. تعالوا مع بعض كده نبدأ. اول حاجة بقول بيترك 1 سنتي، من 1 سنتي الى 2 سنتي في حياكة الجناب والاكتاف. في حياكة ايه؟ الجناب والاكتاف. يعني انا دلوقتي لو بعمل جونيلا هسيب في الجونيلا مسافة قد ايه؟ بسيب مسافة 1 سنتي في الجناب، يبقى انا هسيب في مسافة الجونيلا 1 سنتي في الجناب. طب لو انا بعمل بلوزة يبقى انا هسيب في الاكتاف ومن 1 سنتي لاتنين سنتي في الاكتاف، وبسيب في الجناب من 1 سنتي لاتنين سنتي. طب تعالي نقولها مظبوط. هاجي مثلا لو انا عندي ايه جونيلا مثلا زي جونيلا، هاجي اسيب فوق من عند خط الوسط كده بسيب ايه 1 سنتي، لان انا عندي خط الوسط ده مش هعمل له مش هعمل فيه ايه مش هعمل فيه اوفر، فبسيب في خط الوسط 1 سنتي. كذلك في خط الكتف هسيب 1 سنتي. طب هاجي في الجناب هنا هسيب 2 سنتي، يبقى انا في الجناب هعمل ايه؟ هسيب 2 سنتي. يبقى خطوط الجناب بسيب من 1 سنتي لاتنين سنتي في خط الكتف وخط ايه الجناب. تاني حاجة بيترك 2 سنتي الى 5 سنتي مسافة الثنايات المختلفة. من 2 سنتي لخمسة سنتي مسافة ايه الثنايات، اللي هي ايه؟ اللي هي تانية الديل، اللي هي تانية ايه؟ تانية الديل. تانية الديل دي بسيب حسب الموديل بتاعي، يعني لو بلوزة بسيب 2 سنتي، لو جونيلا او بنطلون بسيب ايه 5 سنتي، طبعا لو جاكيت او معطف ممكن اسيب اكتر من كده. يبقى انا هو الاساسي في التنايات بتبقى من 2 لـ5 سنتي. باجي بقى في الحردات. الحردات اللي هي زي ايه؟ زي حردة الرقبة، حردة الابط، دي اللي انا بقول عليها بسيب فيها قد ايه، بيترك من 0.5 سنتي الى ايه الى 3/4 سنتي في الحردات والمنحنيات. بسيب من 0.5 سنتي لايه الى 3/4 سنتي في الحردات بتاعتي، اللي هي حردة الرقبة وحردة الابط، عشان ابقى عارف ايه هي الحردات اللي انا بسيب فيها ايه مسافة صغيرة، ما بسيبش فيها مسافة كبيرة، لان الحردات دي انا ما ايه مش هبعمل لها اوفر، دايما بعمل لها تنظيف، دايما بعمل لها ايه تنظيف. فحردة الرقبة دايما بعمل فيها ايه تنظيف، عشان كده بسيب من 0.5 سنتي لتلات ارباع ايه سنتي. نيجي بقى للمرض. طبعا المرض انا عندي نوعين من المرض، عندي مرض بسيط
وعندي مرض اللي هو الايه المركب. طب تعالوا نشوف المرض البسيط. احنا عارفين ان المرض دايما بيبقى عرضه من 2 سم، عرضه ايه 2 سم، ده بيبقى ايه المرض. بما المرض ده عرضه كام؟ 2 سم. والمرض ده بيبقى جزء زايد عن مين؟ عن خط نصف الامام. يعني انا بخرج مسافة خط بره خط نصف الامام مسافة 2 سم للمرض. ما اجي اعمل البطانة بتاعت المرض، فدايما البطانة بتبقى ايه ضعف المرض. يعني انا المرض لو المرض 2 يبقى البطانة كام؟ 4. لو المرض 3 يبقى البطانة 6. لو المرض 4 يبقى البطانة ايه 8. يبقى انا عندي المرض بيبقى البطانة بتبقى ضعف ايه المرض، والمرض بيبقى خارج خط نصف مين؟ خط نصف الامام. تمام، نكمل. يبقى المرض البسيط لما باجي احسبه بقول مسافة المرض وبطانته بقى 2 زائد 4، يعني انا بخرج 6 سم من الجهتين. يعني بخرج في نص الامام، بخرج من الجنبين في الامام، يعني من ايه خط نصف الامام بخرج من الناحيتين. ايه مسافة قد ايه المرض والبطانة بتاعته؟ ليه؟ لان انا لما باجي بقفل لازم يكون المرضين ايه على بعض، واحد بعمل فيه العراوي والتاني بركب فيه الزراير، او واحد هعمل فيه كباسين إيه يبقى لازم، والتاني بتقفل الكبسونة. يبقى هو ده ايه مسافة ايه المرض بتاعتي. انا بخرج من الناحيتين مسافة المرض من ايه من 6 و6. تمام، نيجي بقى المرض البسيط اللي هو بريفيرا، اللي هو بركب له كولا. ده طبعا بيزيد عليه ايه بقى، ان انا بخرج مسافة المرض سواء 2 او 4 او 6. تمام، ده بخرج ايه من عند خط نصف الامام مسافة ايه 2 سم. باجي بعد كده اعمل ايه بقى، بخرج بعد المرض البسيط من مسافة الريفيرا باجي اعمل مسافة المرض بتاعتي اللي هي ايه 4 سم. بخرج مسافة المرض عرض ايه البطانة اللي هي ايه 4 سم، وازود عليها الريفيرا اللي هي 3 سم من عند خط الكتف. يبقى انا المرض البسيط اللي بريفيرا بيبقى ايه 2 المرض 4 البطانة 3 اللي هي من عند خط الكتف اللي هي بتاعت الريفيرا. تمام، اللي هي التنظيف بتاعت الرقبة. يبقى 2 زائد 4 زائد 3 من عند خط الكتف. نيجي بعد كده المرض الكروازي. المرض الكروازي بيتراوح من 5 سم الى 10 سم حسب ايه، حسب الموديل، سواء للبلوزة او للفستان بيبقى 5 سم، والجاكيت بيبقى 6 سم، ممكن المعطف بيبقى ايه 10 سم. يعني البلوزة والفستان بيبقى 5 سم، الجاكيت ممكن يبقى من 6 سم، المعطف اللي هو البلطو بيبقى 10 سم. يبقى المرض الكروازيه بيبقى عرضه من 5 ل 10 سم. نيجي بقى المرض الكروازيه ببطانة المرض بيساوي ايه، بيساوي العرض المرض زائد محيط الرقبة زائد 3 سم من ايه من الكتف. نفس المرض الايه الريفيرا بالظبط. يبقى انا باخد عرض المرض زائد محيط الرقبة بتاعتي زائد 3 سم من عند ايه من عند الكتف. نيجي بقى للتوسعات. التوسعات احنا دي بتبقى دايما التوسعات دي في خط الديل. التوسعات بتبقى ايه في خط الديل، وبتبقى في ممكن تبقى في البلوزة، تبقى في الجونيلا، تبقى في الفستان، تبقى في البنطلون. يبقى دي التوسعات دي بعملها لراحة اثناء المشي، راحة للموديل اثناء الحركة والمشي. في الموديلات القصيرة بتبقى من 3 ل 5 سم. يبقى في الموديلات القصيرة بتبقى من كام؟ من 3 ل 5 سم. دي في الايه التوسعات. ممكن اعمل لو انا عندي قصات برنسيس بعمل فيها ايه توسعات. التوسعات في التصميم من الموديل الطويل بيبقى من 7 ل 10 سم. يبقى في الموديلات الطويلة بتبقى كام؟ من 7 ل 10 سم. التوسعات في التصميم بيبقى بحسب ايه؟ بحسب عرض القطعة زائد مسافة التوسيع زائد مقدار الخياطة. يعني انا لما باجي احسب التوسعات بحسب عرض القطعة بتاعتي
زائد مسافة التوسيع زائد مقدار الايه الحياكة. الكسرات بقى، طبعا احنا عارفين الكسرات دي بتبقى جزء مضاف على القطعة، وبيبدأ من ايه، من خط الوسط، او ممكن يبقى جزء في الديل، او ممكن يبقى في الجونيلا بتبقى نصها بليسي وبيبقى فيه قصة من اعلى. الكسرات بتبدأ بعرضها من 1 لـ6 سنتي، اللي هي من 1 سنتي ده اللي هو بيبقى البليسي. يبقى الكسرات بتتراوح عرضها من 1 لـ6 سنتي. طب مسافة الكسرة بتبقى ازاي؟ بقول عرض الكسرة في 2، يعني انا باخد عرض الكسرة بتاعتي سواء 1 او 6، من 1 لـ6، واضربها في 2 يديني مسافة الكسرة. يعني انا لو عندي عرض الكسرة 1 يبقى ايه، يبقى مسافة الكسرة 2، لو عرض الكسرة 6 يبقى مسافة الكسرة 12. فهمنا الجزء ده؟ نيجي بقى لعرض القطعة. طب بحسب عرض القطعة ازاي؟ باخد عرض القطعة يعني اللي هو دوران الوسط اللي عندي، زائد مسافة الكسرات، مسافة الكسرة اللي انا عايزة اضيفها، زائد مقدار الحياكة حول النموذج، زائد توسيع الجنب. يبقى انا لما اجي اعمل احسب القطعة بتاعتي هتاخد قماش قد ايه، يبقى باخد عرض القطعة زائد مسافة الكسرة زائد مقدار الحياكة حول النموذج زائد توسيع ايه الجنب. تمام. نيجي بقى للكالونيه. الكالونيه بيبقى عبارة عن ايه، عبارة عن قصرتين متقابلتين، عبارة عن ايه، قصرتين متقابلتين. تكون مسافة الكالونيه ضعف ايه القصرة، بتكون مسافة الكالونيه فيها ضعف القصرة. يعني انا باخد القصرة، القصرة الواحدة مسافة القصرة، وهي تبقى ايه، تعتبر قصرتين قدام بعض، ده اللي هو الكالونيه. نيجي هنا بقولك مسافة الكالونيه بتساوي مسافة القصرة في 2 او عرض القصرة في 4. يعني انا باخد مسافة القصرة في 2 او عرض القصرة في ايه، في 4، لان احنا عارفين ان القصرة، مسافة القصرة بتساوي ايه، بتساوي عرض القصرة في 2. فانا لو هعمل كالونة بقول عرض القصرة في 4. تعالوا نشوف مثال على ده كده. بيقولي الموديل الذي امامك جونيلا بكالونيه في خط نصف الامام، اذا كان نصف عرض الامام بيساوي 20 سنتي. قال لي نصف عرض الامام كام؟ 20 سنتي، يعني عرض الامام كله 40. بدوره بدون اضافة الحياكات، يعني انا هضيف مسافة حياكات عليها. المطلوب كمية القماش المطلوبة للامام، يعني هو عايز يحسب الامام بس عشان خاطر فيه ايه، في كالونة. تعالوا نشوف هيحسبها ازاي. قال لي اول حاجة عرض الامام كامل، عشان اجيب عرض الامام كامل بيبقى هضرب 2 في 20، هيطلع لي 40 سنتي. يبقى انا كده طلعت ايه، طلعت عرض الامام كامل. هحسب بقى مسافة الكالونية. ماشي، بعرض الكسرة في 2 وفي 2، هو قال لي هنا عرض الكسرة ماشي او عرض الكسرة في 4. هو عرض الكسرة لو هو ما ادهنيش انا هحطها ايه، 6 سنتي. يبقى اقول 6 في 4 هيديني 24 سنتي. يبقى انا ايه، حسبت كده ايه، مسافة الكالونية، حسبت مسافة الكالونية. كمية القماش اللازمة بقى، هقول عرض الامام كامل زائد مسافة الكالونيه زائد مسافة التوسيعات زائد مقدار الحياكة حول النموذج بيساوي كام؟ بيساوي 80 زائد 24 زائد 6 في 2 زائد هديني كله 92. يبقى ده كله ايه، مسافة الايه، حسبت الكمية كلها. عرض الامام كامل اللي هو 20 ماشي، زائد مسافة الكالونية اللي هي 24، زائد التوسعات اللي هي بتبقى هتبقى في الناحيتين 3 و3، زائد مقدار الحياكة حول النموذج اللي هو 2 من كل ايه، من كل اتجاه. تمام. نيجي بقى للكشكشة او الكرانيش. بقول هنا تقدير كمية القماش اللازمة لعمل كشكشة او الكرانيش بيتحكم في ايه. يعني انا عشان اعمل كشكشة او كرانيش بتحكم نوع التصميم اللي انا هعمل له الكشكشة او الكرانيش دي، سمك القماش مكان الكشكشة. طب
نوع التصميم، يعني التصميم ده ايه، فستان طفلة ولا فستان، ولا فستان سواري ولا فستان عادي؟ يبقى انا ده نوع التصميم اللي انا ايه، التصميم اللي قدامي اللي انا هنفذ له الموديل ده. سمك القماش بقى، القماش اللي انا هنفذ فيه التصميم ده، هل القماش ده سميك، قماش متوسط السمك، قماش خفيف؟ ليه؟ لان انا القماش هو اللي بيحكمني في شكل الكشكشة. القماش هو اللي بيحكم في شكل ايه، الكشكشة. القماش السميك بتبقى الكشكشة فيه بسيطة، ما اقدرش اعمل فيه كشكشة كتيرة. ليه؟ لان هو بيبقى سميك اصلا، فعشان اعمل فيه كشكشة فبتبقى بالنسبة لي تشريبات، ما بتبقاش كشكشة. القماش المتوسط بيدي كشكشة شكلها حلو، الخفيف طبعا بيدي كشكشة شكلها جميل جدا، وبيبقى ايه، الكشكشة فيها منفوشة، بتدي شكل جمالي رائع. يبقى انا لازم ابقى عارف ايه نوع، ايه نوع القماش. تالت حاجة اللي هو مكان الكشكشة، هل الكشكشة هتتعمل في الوسط ولا هتتعمل بعد قصة مثلا، هيبقى في قصة بعد كده هعمل كشكشة، ولا هيبقى الكشكشة ده ديل، يعني إيه، كرانيش في الديل، ولا هتبقى ادوار كرانيش؟ لازم ابقى عارف مكان الايه، الكشكشة. يبقى هو ده اللي بيحكمني لما اجي احدد الكشكشة اللي انا ايه هنفذها. طب تعالوا نشوف مثال كده مع بعض لحساب الكشكشة. طبعا اول حاجة الكشكشة في الخصر بتساوي عرض القماش او بتساوي محيط الوسط في 3. يعني انا لو هعمل الكشكشة في خط الوسط، بيبقى ايه، محيط الوسط في ايه، في 3، ده هو عرض القماش بتاعي، باخد محيط الوسط في 3 عشان اطلع عرض القماش. في الاقمشة الخفيفة بقى بتبقى محيط الوسط في 2.5، في الاقمشة السميكة بيبقى محيط الوسط في 2. يبقى ده اللي احنا ايه، يبقى في الاقمشة العادية بتبقى ايه، محيط الوسط في 3، لكن لو اختلف انواع القماش يبقى في الخفيفة بتبقى محيط الوسط في 2.5، في السميكة بتبقى محيط الوسط في 2. تاني حاجة بقى، لو انا هعملها كرانيش، لو انا هعمل ايه كرانيش، بقول الكورنيش الاول بيساوي محيط الوسط في 3، الكورنيش التاني اللي هو هيتركب على الكورنيش الاول، فباخد عرض الكورنيش الاول واضربه في 2.5، يعني بقى الناتج اللي هيطلع لي في الكورنيش الاول اروح ضرباه في 2.5. الكورنيش التالت بقى باخد عرض الكورنيش التاني واروح ضربه في ايه، في 2. يبقى انا بعمل ادوار كرانيش، فعشان كده بقول الكورنيش الاول انا خلاص طلعته، باخد بقى الكورنيش الاول بقى العرض اللي طلع لي ده واضربه في 2.5، يطلع لي الكورنيش ايه، التاني. بعد كده باخد الكورنيش التاني ده، باخد العرض بتاعه واروح ضرباه في 2، يطلع لي الكورنيش التالت، لان انا هركب الكرانيش في بعض او هتتركب تحت بعض، فلازم يبقى ايه، تديني شكل الكورنيش ويديني شكل ايه، الموديل بتاعي مظبوط. ده الكورنيش. تعالوا بقى كده نشوف مثال مع بعضنا. بقول هنا بقى طبعا لو انا هركب ركامة، بقول عند تركيب ركامة بقيس المسافة اللي انا هركب عليها الركامة، بقيس المسافة اللي هركب عليها الركامة. يعني انا لو هركب ركامة على الكورنيش اللي انا عملته، بقيس الدوران بتاع الكورنيش كله، عرض الكورنيش كله، واروح ضرباه في 2.5 عشان الركامة تديني شكل ايه، الكشكشة. تعالوا نشوف المثال ده بقى مع بعض. بيقولي احسب كمية القماش اللازمة لعمل جونيلا بثلاث كرانيش متساوي طول كل منها 23 سنتي، يعني الكورنيش الواحد طوله 23 سنتي، علما بأن مقاس الخصر 70 سنتي، ولكن دوران الوسط كام، 70 سنتي، وذلك من قماش المرسلين عرض 80 سنتي. ده ايه، ده الكورنيش. نيجي نحسب، احنا قلنا هنا ان انا لما اجي احسب بحسب الكورنيش بتاعي، فبقول هنا عرض الكورنيش الاول، ماشي، نيجي نرجع تاني كده نشوف مع بعض. احسب ايه، هو بيقول لي في المثال هنا احسب كمية القماش اللازمة لعمل جونيلا بثلاث كرانيش متساوية طول كل منها 23 سنتي، علما بأن مقاس الخصر 70 سنتي، وذلك من قماش المرسلين عرض 80 سنتي. طيب أول حاجة هاخد عرض الكورنيش الأول، طبعا باخد محيط الوسط
واضربه في 3، يبقى ايه، هاخد محيط الوسط اللي هو 70 واضربه في 3، هيطلع لي عرض الكورنيش الاول، وازود عليه 2 خياطة. ازود عليه ايه؟ برافو عليك، 2 خياطة، اللي هي ايه؟ مسافة الخياطة في الجنبين. بعد كده باخد عرض الكورنيش التاني، ماشي، وبضربه في 2.5، وازود عليه برضو مسافة الايه، الخياطة. باجي بقى في الكورنيش التالت، باخد عرض الكورنيش الايه التاني، وازود واضربه في 2، وازود عليه 2 خياطة، هيطلع لي ايه، عرض الكورنيش التالت. هاجي بقى احسب بقى ايه الطول، يعني الكميه، الكرانيش كلها هتاخد مني قد ايه قماش. هجمع ال3 كرانيش مع بعض، واحسب من ايه، ان طول الكورنيش بياخد 30 سنتي، يبقى انا هحسب ايه العرض، هيطلع لي كام كورنيش، هوصل الكرانيش كلها في بعض قد ايه. تمام. في بقى ناخد بقى مثال تاني، بيقولي احسب كمية القماشة اللازمة لعمل جونيلا ب3 كرانيش متساوي، طول كل منها 23 سنتي، علما بأن مقاس الخصر 70 سنتي، وذلك من قماش برضو مرسلين عرض 80 سنتي، برضو نفس اللي، بس هو هنا اداني الموديل ان كلهم هيتركبوا فين، هيتركبوا في الخصر، لكن التانيين كانوا هيتركبوا فين، هيتركبوا تحت بعضهم. هاخد ناخد نفس الموضوع، هاخد عرض الكورنيش الاول واضربه في 1.5، مش هضربه في 3، لان احنا هنا عندنا الكرانيش هتتركب تحت بعضها. فهاخد عرض الكورنيش الاول واضربه في 1.5، وبعد كده ازود عليه مسافة الحياكة، وهيطلع لي الكورنيش الاولاني. هاجي بقى عرض الكورنيش التاني، باخد عرض الكورنيش الاول اللي طلع لي واضربه في 2.5، هيطلع لي الايه، زائد مسافة الحياكة، هيطلع لي الكورنيش التاني. هاجي بقى ايه، الكورنيش التالت برضو، هاخد عرض الكورنيش التاني واضربه في 2، وازود عليه 2 خياطة، هي ايه، هيطلع لي عرض الكرانيش. كده احنا زي ما احنا شايفين في الموديل كده، ان ثلاث كرانيش متركبين مع بعض في الوسط، بس بيختلف في الطول. الطول اول واحد قال لي هيبقى طوله 23، وبعد كده ايه، هزود بقى التاني 25، وبعد كده التالت هيبقى ايه، هيبقى 30، بحيث ان هما يديني تدريج الكرانيش، يبقى زي كان ايه، كانها جبونه يعني. بعد كده بجمع عرض الكرانيش التلاتة عشان اطلع كمية القماش اللازم. هنيجي بعد كده ناخد الايه، الاكوال. طبعا احنا عارفين ان الاكوال دي تعتبر من طرق تنظيف حردة الرقبة، يبقى الاكوال من ايه، من احدى طرق تنظيف حردة الرقبة. انا ممكن اعمل حردة الرقبة ببيه او سكارف، او بعملها بالكولة، سواء الكول ايه، حسب نوع الكولة اللي انا هركبها للموديل. طبعا الكولة من الحاجات اللي بتدي شكل جمالي للمنتج، يعني ممكن تبقى ايه، كل سبور، ممكن تبقى كل اوفيسيه، ممكن تبقى كل شيميزيه، كل قميص، ممكن تبقى هاف كول، ان هو اللي ايه، الكول الصيني، حسب ايه الكولة، حسب ايه الموديل. طب تعال نشوف كده، ناخد خطوات القاعدة العامة للأكوال. بتقولي القاعدة العامة للأكوال ايه؟ بتقولي الكول القطعة الواحدة بتساوي الطول زائد مقدار الحياكة في 1. يعني لو انا هعمل الكولة قطعة واحدة، بتبقى الطول زائد مقدار الحياكة في 1، عرض الكولة زائد مقدار الحياكة مرتين طبعا عشان يديني البطانة، لان يعني الكولة ليها بطانة، عرض زائد مقدار الحياكة مرتين، او العرض في 2 للبطانة زائد مقدار الحياكة. دي القاعدة العامة بتاعت الأكوال. طيب نيجي بقى كول من قطعتين زي الكول ببيكن، تبقى طول القطعة زائد مقدار الحياكة بضربها في 2، او طول القطعة على 2 زائد مقدار الحياكة للقطعة ايه، الواحدة. يبقى انا اما بقول طول القطعة كلها في مقدار الحياكة واضربها في 2 عشان قطعتين، او باخد الطول على 2 زائد مقدار الحياكة للقطعة ايه، الواحدة. العرض بتاعها بقى بيساوي العرض زائد مقدار الحياكة مرتين، او العرض في 2 للبطانة زائد مقدار الحياكة. يبقى انا هنا لما باجي اعمل في الكول اللي هي قطعة واحدة،
هي بيبقى الكولتين زي بعض، يعني نص الكولة زي بعضها، فبالتالي انا بعمل قطعتين وبعمل لها بطانتين، بعمل قطعتين وبعمل بطن، ايه دي ليها بطانة ودي ليها بطانة. نيجي نشوف مثال. اذا كان مقاس الرقبة 38 سنتي وعرض الكولة 7 سنتي، فما هي كمية القماش اللازمة لعمل الكول اذا كان اولا من قطعة واحدة ثانيا من قطعتين؟ يعني لو هعمل الكولة قطعة واحدة او لو هعمل الكولة قطعتين، يعني هو بيخيرني بيقول لي ايه، بيقول لي احسبها لو هي قطعة واحدة تبقى ازاي ولو هي قطعتين تبقى ازاي. هو قال لي هنا مقاس الرقبة كام؟ 38 سنتي وعرض الكولة كام؟ 7 سنتي. تعالوا نشوف خطواتها تتعمل ازاي. اول حاجة اذا كانت الكولة من قطعة واحدة، يعني انا هحسب الكولة بتاعتي اذا كانت الكولة من قطعة ايه واحدة، هحسبها ازاي؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. يبقى اذا كان الكولة من قطعة واحدة يبقى الطول بتاعها كام؟ 38. هو مديني الطول بتاعها كام؟ 38 سنتي زائد 2 مقدار الحياكة، يبقى انا هاخد ال 38 وازود عليها مقدار الحياكة 2 سنتي، يبقى هيساوي كام؟ هتساوي 40 سنتي. يبقى انا عندي الكولة بتاعتي كام؟ 40 سنتي، ده اللي هي القطعة الواحدة. العرض بتاعها بيساوي 7 زائد 7، يعني اقول 7 للكولة و7 للبطانة، وازود عليها 2 سنتي للحياكة لان هي مش محتاجة الا اي حياكة واحدة زي ما احنا شايفين في الرسم كده، هتساوي كام؟ 16 سنتي. يبقى الكولة بالبطانة بتاعتها عرضها كام؟ 16 سنتي. تمام، يبقى انا الكولة القطعة الواحدة طولها 40 وعرضها كام؟ 16 سنتي. نكمل. اذا كان قطعتين، لو هحسبها قطعتين بقى هاخد الطول بتاعها اللي هو 38 واقسمه على كام؟ على 2. ليه؟ لان كل قطعة من دول هيبقى ليها مسافات خياطة لوحدها، يبقى هاخد ال 38 واقسمها على 2، هديني كام؟ هديني 19 سنتي للقطعة الواحدة. يبقى اخد القطعة الاولانية اللي هي 19 وازود عليها 2 سنتي للحياكة، هتبقى كام؟ 42 سنتي. تمام، واضربها في 2 هتبقى 42 سنتي. يبقى انا لما اقول 19 زائد 2 هيبقى كام؟ 21 سنتي. يبقى القطعة الواحدة كام؟ 21 سنتي. لما اجي اعمل اعمل القطعتين هتبقى القطعتين كام؟ 42 سنتي. العرض بتاعها هيبقى برضو 7 زائد 7 زائد 2 للحياكة، واضربهم في 2 عشان يطلع لي القطعتين، هيبقى 32 سنتي. يبقى القطعتين بيبقى عرضها كام؟ عرضها 32 وطولها 42 سنتي، دي اللي هي ايه؟ الكولة قطعتين. تمام، نيجي بقى نشوف ياقة القميص الافرنجي. ياقة القميص الافرنجي بتبقى ياقة مختلفة تماما عن الياقات التانية، يعني القميص الافرنجي بتبقى عبارة عن 2 كولة في بعض، بيبقى كولة وجزء الكعب بتاعها، فلازم ابقى عارف الكولة بتاعة القميص الافرنجي اعملها ازاي وخطوات بتاعتها بتاعة التعشيق بتاعتها وازاي احسب مسافات الخياطة بتاعتها. تعالوا نشوفها كده مع بعض. ياقة القميص الفرنجي بقول عليها ياقة مكونة من ايه؟ من جزئين زي ما قلنا، بيبقى الجزء الاولاني كولة والجزء التاني كعب الكولة. الجزء العلوي بيبقى الطول بيساوي الطول الكلي زائد 2 سنتي للحياكة، يعني انا باخد الياقة بتاعة القميص اللي هو الدوران بتاع الرقبة كلها. العرض بتاعها بيساوي العرض زائد مقدار الحياكة، عرض الكولة زائد مقدار الحياكة. بتكون البطانة بنفس ابعاد الجزء العلوي، يعني الجزء الكولة والبطانة الايه بيبقى زي بعض، يعني الكولة العلوية بيبقى البطانة بتاعتها نفس ايه؟ عرض الكولة بتاعتها. الجزء السفلي بقى بيبقى الطول بتاع الكولة زائد المرد، انا بضيف عليها مسافة مرد عشان الزرار، زائد مقدار الحياكة. يبقى انا هنا الجزء السفلي اللي هو الكعب بتاع الكولة بيبقى الطول الكلي بتاعها زائد المرد زائد مقدار ايه؟ الحياكة.
العرض بتاعه بيبقى عرض نفس عرض الجزء السفلي 3 سنتي زائد ايه مقدار الحياكة. تكون البطانة نفس ابعاد ايه الجزء السفلي، يعني البطانة بتاعته بنفس ابعاد ايه الجزء السفلي، يبقى العرض بتاع الكولا عرض الجزء السفلي 3 سنتي بزود عليه مقدار الحياكة، والبطانة بتاعته بتبقى نفس المسافة نفس العرض بتاع الايه الكعب. تمام. نيجي بقى للاسورة، اخر حاجة الاسورة. طب الاسورة دي انا بقول على الاسورة ان هي تنظيف لايه للكم، جزء بيبقى زيادة على الكم بيبقى بيدي شكل جمالي للكم، وان انا لو الكم عندي بيبقى احيانا مثلا طلع قصير بروح ايه معالجاه ان انا اعمل له اسورة او اعمل له قلب. فالاسورة بتبقى من الاشكال اللي بتدي شكل جمالي للمنتج وبتدي رونق للمنتج. تعالوا نشوف الاسورة، بقول الاسورة بيبقى طولها ايه، محيط الاسورة زائد 2 سنتي حياك. طبعا الاسورة ليها بطانة، يبقى الاسورة بقول ايه محيط الاسورة زائد 2 سنتي حياك، وبقول عليها 2 اسورة ليه، لان انا عندي اسورة في الكمين مش في كم واحد، يبقى انا لما باجي اعمل اسوره بعملها مرتين، ما بعملها قطعتين ما بعملش قطعه واحده. عرض الاسوره بيساوي ايه، بيساوي عرض الاسوره في للبطانه زائد 2 سنتي ايه حياك، يعني عرض اسوره بالبطانه بتاعتها وبزود عليها 2 سنتي حياك، بعمل عرض الاسوره مرتين وازود عليها 2 سنتي للحياك. دي كده الاسوره بتاعتي، يبقى انا الاسوره بعمل اسورتين لان انا عندي كمين في الموديل. تعالوا بقى نشوف مثال ايه على اللي احنا اخدناه قبل كده، ازاي احسب كميه القماش الخامات الاساسيه والخامات المساعده وايه، واحسب الايه نراجع برضو كده، ممكن ناخد الموديل ده بيتكلم على برضو الكورانيش. المطلوب ايجاد كميه القماش اللازم لجونيله فستان طفله بكشكشه في الخصر، وعايز كميه القماش اللازمه في لعمل الكورنيش في كشكشه في الخصر. اذا كان محيط الخصر بيساوي 60 سنتي، طول الجونيله 30 سنتي، والقماش المستعمل من البيكه عرضه 90 سنتي، يعني هو اداني عرض القماش واداني طول الجونيله والتاني محيط الخصر. تعالوا بقى نحسب كده زي ما ايه احنا خدناها قبل كده، هاخد محيط الخصر واضربه في 3، لان قماش البيكا من الاقمشة الخفيفة والكشكشة هتبقى عند الوسط وهو كورنيش واحد، يعني هي الجونيلا كلها عبارة عن كورنيش واحد، يبقى اقول 60 في 3 هيطلع لي 180 سنتي، ده ايه محيط الخصر بتاعي اللي هو عرض القماش. يبقى يكون عرض القماش مرتين، يعني انا هقول 90 في 2 هيديني كام، 180 سنتي، اللي هي عرض القماش اللي هو عرض القماش بتاعي 180 سنتي للأمام والخلف. يبقى العرض المطلوب أو كمية القماش اللازمة كام، 180 سنتي. طب هنيجي بقى نشوف الطول، هو بيقول لي طول الجونيلا 30 سنتي، أنا هعمل الطول مرتين لأن أنا عندي عرض القماش 90، فانا هعمل الطول مرتين، طول 90 للامام و90 للخلف، فهيبقى 30 و30، يبقى كده هيديني كام، 60. الطول بتاعي مرتين 30 في 30 هيديني 60، وازود عليه مسافات التانية 4 سنتي للاتنين، هيبقى الطول الكلي المطلوب او كمية القماش اللي انا عايزاها لتنفيذ الجونيلا ده 64 سنتي عشان يعمل لي الجونيلا. يبقى انا كده عرض القماش 90 هيعمل لي 2، هيتعمل لي قطعتين، قطعة للامام وقطعة للخلف، والطول بتاع الجونيلا هيبقى 64 سنتي، دي الكمية القماش اللي انا هروح اجيبها او اشتريها لتنفيذ الجونيلا. نشوف مثال تاني، بيقولي مطلوب تشغيل 30 فستان طفلة حسب الرسم الموضح، ايجاد كميه الخامات المطلوبه للتنفيذ، علما بان القماش المستخدم من البيكه الساده. اغلبيه اقمشه الاطفال بتبقى مصنوعه، يعني بستخدم فيها اقمشه البيكه لان قماش قطني وطري على جسم الاطفال
وبيبقى فيه بيستحمل غسيل. المستخدم من البيكا السادة عرضه 80 سنتي، ويحتاج الفستان الواحد الى متر وربع من ايه؟ من القماش. وكورنيش الديل من الركامة العريضة، يحتاج الفستان الواحد الى 3 متر، طول الثوب 10 متر. هو اداني هنا ايه؟ اداني الثوب، الثوب فيه كام؟ فيه 10 متر، تمام. هو الفستان الواحد بياخد كام؟ بياخد 3 متر. تعالوا نحسب كده مع بعض. كورنيش الكم من الركام الرفيع، يحتاج كل فستان الى ايه؟ الى 1 متر. يحتاج كل فستان الى ربع متر استك، ويحتاج كل فستان الى 4 ازرار. المطلوب ايجاد عدد الدست، هو عايز الزراير بالدستة. ويحتاج كل فستان الى كل 3 فساتين الى بكرة خيط واحدة، يعني كل 3 فساتين هياخدوا بكرة خيط واحدة. المطلوب بقى حساب كمية الخامات الأساسية والخامات المساعدة للكمية اللي هي 30 فستان. تعالوا نحسب كده مع بعض. أول حاجة هقول حساب الخامات الأساسية. أنا بعمل في الهامش بتاعي بكتب اللي أنا المطلوب اللي أنا طلعته من المسألة. بقول يحتاج الفستان الواحد الى متر وربع، الركامة العريضة للديل 3 متر، طول التوب 10 متر، الركامة الرفيعة 10 متر، الفستان الواحد بياخد 4 ازرار، مطلوب ايجاد عدد الدست، ربع متر استك، كل فستان بيحتاج الى بكرة خيط واحدة. كده ده المعطيات اللي ادهالي في المسألة. هاجي اشوف انا مطلوب مني ايه بقى. اول حاجة حساب الخامات الاساسية، كمية القماش البيكا اللازمة للكمية، حساب الخامات المساعدة، كمية الركامة العريضة للديل، حساب عدد الأثواب المطلوبة، ماشي. حساب هحسب بقى كل اللي هو طالبه ده. أول حاجة هقول حساب الخامات الأساسية. هو بيقول لي كمية القماش البيكا اللازمة للكمية، هو الكمية كام؟ 30، والفستان الواحد بياخد كام؟ بياخد متر وربع، ماشي. يبقى 30 في كام؟ في متر وربع، يطلع لي كمية ايه؟ القماش البيكا اللازم. حساب الخامات المساعدة، هو بيقول لي هنا كمية الركامة العريضة للديل بتساوي كمية الفساتين كام؟ 30، والفستان الواحد بياخد كام؟ بياخد 3 متر. يبقى 30 في ايه؟ في 3. هحسب بقى عدد الاتواب. هو بيقول لي ان ايه؟ ان التوب الواحد فيه 10 متر، يبقى انا هحتاج كام توب؟ هو بيقول لي هنا ان كمية الركامة العريضة للديل 30، الكمية كلها قلنا 30 في 3 اديني 90، بديني كام؟ 90 متر. طب والتوب الواحد فيه كام؟ فيه 10 متر، يبقى انا هاخد 90 واقسمها على 10، هيطلع لي عدد الاتواب اللي هو 9 اتواب. يبقى انا عرفت ازاي اجيب عدد الاتواب. هاخد عدد الامتار اللي طلعت لي على عدد الامتار اللي موجودة في الثوب الواحد، هيطلع لي كمية الأثواب المطلوبة اللي هي 9 أثواب، تمام. كمية الركامة الرفيعة بتساوي طبعا 30 في 1، يعني عدد الفساتين في الفستان الواحد بياخد متر، يبقى هيطلع لي 30 متر. كمية الأستيك، والفستان الواحد بياخد ربع متر، وأنا عندي الكمية 30، هيديني 7.5. كمية الأزرار بتساوي برضو، أنا عندي الفستان الواحد بياخد 4 أزرار، هضربهم في عدد الفساتين، هيطلع لي 120 زرار. هو بيقول لي هنا احسب لي عدد الدست. طب الدستة فيها كام؟ فيها 12 زرار، يبقى أنا هقسم 120 الزرار اللي طلعوا لي على 12، هيطلع لي 10 دست. هيطلع لي كام؟ 10 دست. يبقى في المسألة هنا زود لي حاجة، زود لي الاسواب وزود لي الدست. دي الفكره اللي موجوده في المساله، فكره ازاي اجيب اسواب، عدد الاسواب، وازاي اجيب عدد الدست. كميه بكر الخيط، هو بيقول ان كل 3 فساتين بياخدوا بكره خيط واحده، يبقى ال 30 بياخدوا قد ايه؟ يبقى انا هقسم ال 30 على 3، هيطلع لي 10 بكرات، تمام. نيجي بقى نشوف تمرين تاني بعديها.
بيقولي طلب إحدى المحلات من مصنع ملابس جاهزة تصنيع عدد 300 فستان سن 4 سنوات. يعني هو الفستان دوت لسن كام سنة؟ 4 سنوات. هو عايز 300 فستان، طب مطلوب إيه عشان أنفذ ال 300 فستان؟ بالمواصفات الآتية: كل فستان بيحتاج إلى متر وربع من القماش، متر ونص من القماش. يبقى أول حاجة إن الفستان عايز إيه، بياخد قد إيه قماش؟ بياخد متر ونص. كل فستان بيحتاج حزام، يبقى أنا كده إيه، الفستان متركب له حزام. كل 10 فساتين بتحتاج بكرة خيط تطريز، كل 5 فساتين بتحتاج بكرة خيط. تمام؟ المطلوب حساب كمية الخامات للفساتين المطلوبة، حساب كمية الخامات المطلوبة مطلوب شرائها لاستكمال عدد 500 فستان. هو كده عايز يكمل 500 فستان. طب هو كان ايه، كان طالب كام فستان؟ تعالوا نشوف كده، كان طالب كام فستان؟ كان طالب 300، فهو عايز يكمل ال 300 دول كام؟ ل 500 فستان. تعالوا نحسب الأول، نشوف نحسب المسألة ازاي. طبعا انا بكتب المعطيات بتاعتي في الهامش عشان تبقى قدامي وابقى عارف ايه اللي هو مدهوني وهجيب ايه. بقول كتبت طبعا كل فستان بيحتاج لمتر وربع من القماش، كل فستان بيحتاج حزام، كل 10 فساتين بتحتاج بكرة خيط تطريز، كل 5 فساتين بتحتاج بكرة خيط واحدة. يبقى انا المطلوب ان انا هحسب ال 300 فستان الاول. يبقى كمية القماش اللازمة، الكمية، كمية الاحزمة، كمية بكر خيط تطريز، وكمية بكر خيط الايه، الحياك. نمشي بقى واحدة واحدة. اول حاجة كمية القماش اللازم للكمية، انا الكمية عندي كام؟ 300، هضربها في كام؟ في متر ونص اللي هو للايه، للفستان الواحد. كمية الحزام، انا عندي كل فستان بياخد حزام واحد، يبقى في 300 هيديني 300 حزام. كمية بكر خيط التطريز، الفستان الواحد كل 10 فساتين بتاخده بتاخد بكرة لوحدة للتطريز، يبقى التلتمية هياخد ايه كام؟ يبقى هقسم التلتمية على 10 هيديني 30 بكرة. كمية بكر خيط الحياكة، كل 5 فساتين بياخدوا بكرة خيط واحدة، يبقى هقسم التلتمية على كام؟ على 5، هيطلع لي عدد البكرات اللي مطلوبة في الحياكة. كده انا حسبت كمية القماش اللازمة للايه، للتلتمية فستان. هاجي بقى احسب كمية القماش اللازمة للخمسمية فستان اللي هو عايزهم. تعالوا بقى نشوف نحسبها ازاي. برضو هقول هنا برضو كمية القماش اللازمة لكمية ايه، لكمية انا عندي 500، هضربها في ايه، في 1.5، بيساوي هيديني الرقم بتاعي كده. وبعد كده هدي برضو كمية الأحزمة، والنتيجة اللي هتطلع هروح طرحة الكمية بتاعة 500 من الكمية بتاعة 300، وهعرف كمية ايه الخامات اللي انا عايزة. هنكمل الحلقة القادمة ان شاء الله برضو على مقدمة عن المقايسات، واتمنى ان الفترة دي نراجع فيها على القوانين وندرب ايدينا على المسائل بتاعة المقايسات عشان ما ننساش. وأراكم الحلقة القادمة على خير إن شاء الله.